بعض اللاعبين كما رانا نشوفوا لقاو الحل في البوبي فوت باه يقضيوا الدقائق الاخيره تسبق موعد اذان المغرب. نشوفوا الاجواء كيف راهي يعني لحد الان. السلام عليكم، شكون يربح؟ لا انا وليا، احنا لا ما لبي، انا صايم والله ما لبي. جات وقيله تخصك زابيه ابو فارق على حسب الشوفه. وحشناها ولا جابنا البارح رايت جابنا شويه توحشناها قبل البارح شويه يا الشباب عندك واحد شويه. واش راك شاد روحك شويه في البوفيفوت ولا بالي؟ صافا نعم بيان. لا انا متاع خير دينا روسيك وقيله تبين لي راك الاربيط راه. انا اربيط، انا قاعد نربيط لي الاول. فهمت وقيله راك حاكم الكرونوميتر قبل المغرب. قبل ما؟ قبل ما نو خير فينا راه سيبورتي فيا صاحبي راه ديما معايا جات معايا كلش اداره هنا يغني باش نربح حنا المقابله ان شاء الله. والله غير صافا الحمد لله طري بيان صافي بليزير معنا ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. هذا ما كان الوقت اللي بعض اللاعبين كما شفنا كان اختاروا الالعاب لتنبيط الدقائق الاخيره قبل اذان المغرب، هناك من اللاعبين ايضا من فضل من وجد مرتعا له في الانترنت تنبيط هذه الدقائق. نشوفوا ام قران معنا. ام قران كيف راك عايشين الاجواء تاع السطاج هنا والدقائق الاخيره تبقى المغرب؟ الله يدينا السطاج تاعنا بخير كما راك تشوف، رانا نلعبوا في اخر دقائق تاعنا المغرب قرين فضلوا يلعبوا بالعاب وحنا رانا نكونوا كثير. اجل توحشتها في رمضان حتى الان يعني وخاصه في لعنه الصلاه. الشربه الجو تاع الشربه تاع ماما ان شاء الله. مقرا انت جبت الباكو كريمي فواز يسمى الصلاه هذا كيف راه يعني؟ راهو بخير راني بيان سوتو كي جبت الباك تاعي وفرحت والديا ودوك راني راح نتفرغ ان شاء الله للتدريبات ونكونسونتري مع ايكيب الاكابر ان شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه نرحبوا بالمنتخب وفاق سطيف في راهي ناس في التحضيرات على مستوى المدرسه الوطنيه للرياضات الاولمبيه، عنده تربص مغلق ابتداء من 13 جويلية ان شاء الله حتى ان شاء الله 23 جويلية ان شاء الله. كما رانا نشوفوا هذه راهي القاعة المخصصة لتقديم الوجبات فيما يخص وجبة الإفطار ووجبة السحور. نقول لكم بلي كاين دوز ايكيب لهنا الوفاق وليكيب ناسيونال تاع الباسكيت وفي زوج فطر ويسحروا هنايا. عندنا لونطري اسمها سالاد فاريي سوب دو ليغيم بالنسبة للوفاق ومن الآخرين. يعني حاجة كما نقولوا سي ليجي وتاع ناس صايمين ما تفشل ما تدوخ ما أكبر الله أكبر لا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.